ويلكم باك سيونات جونيور بحلقة جديدة وخاصة واللي هي رأيي أنا الهفي لباسيون عن مهرجان NXT Takeover In Your House. 5 مباريات صارت في هذا العرض, والعرض اللي شهد عودة الجمهور من جديد في NXT, ففي أشياء كثيرة يعني ودنا نتكلم عنها ونغطيها في هذه الحلقة. خلينا نختص على طول ونبدأ بحلقتنا ونقول Let's go NXT Takeover In Your House. العرض اللي يعني نقدر نقول عليه المهرجان الافتتاحي لعودة الجمهور من جديد في NXT. والحلو في هذا كله انه مو بس هذا المهرجان اللي حنتفرج عليه, لا 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 لا, بعد اسبوعين تقريبا او 3 في مهرجان ثاني واللي هو Great American Bash يوم 6 يوليو زحمة. فالحماس يعني موجود, الحماس موجود, عشان كذا خلينا نبدأ على طول مع أول مباراة من مهرجان NXT Takeover In Your House. المباراة الأولى كانت كل الألقاب على المحك, نزلوا بالحماس من بداية المباراة وقالوا يلا برانسون ريد MSK ضد ليجادو ديل فانتازما, النورث أمريكان تايتل على المحك, التاك تيم تاتز على المحك, وكل الحماس انصب من أول مباراة. مباراة كانت جدا جدا ممتعة بمعنى الكلمة, الأداء اللي صار فيها كان أداء مبهر, خصوصا من ليجادو ديل فانتازما راؤول خواكين اللي قدموا حاجة استثنائية. بس ما نقدر نقلل من MSK اللي كانوا زي دايما مبدعين, وبرونسون ريد اللي كان له دور مختلف كان وحش في هذه المباراة واخيرا ضبطوه. لكن يخلينا نفكر في بناء هذه القصة, خصوصا في اخر عرض من NXT اللي هبط شوية في مستوى القصة وحماسة, ووضح لنا انه هي مباراة افتتاح يوم شفناها افتتحت المهرجان. ما عندي مشكلة ابدا مع الافتتاح لانه كان افتتاح رائع جدا, والحلو من هذا كله الكلايماكس, يعني كان في تصاعد في رتم المباراة إلين النهاية والفينش ممتاز, خصوصا لما تشوف واحد بوزن برونسون ريد والسيلنج اللي سووه MSK النزل البودي سبلاش اللي سواه برونسون ريد, قاد ديم الحريقة اللي صارت. فمباراة كانت جدا 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 ممتعة, استمتعت فيها. وفي النهاية برونسون ريد MSK حافظوا على ألقابهم, ما هو شيء بطال, ليجادو ديل فانتازما حتيجي فرصتهم, وGreat American Bash خلاص باقي عليه أسبوعين, وما في أحلى من أنك تفوز المكسيكان في يوم احتفال للأمريكان. فمباراة جدا مجنونة كافتتاحية, جدا عجبتني, والفينش كان جدا مجنون, عجبني مرة مرة مرة. فلو بقيم المباراة هذه والعداوة والقصة بشكل كامل أبعطيها 7.5/10. الحين نجي للمباراة الثانية واللي كانت بين مرسيدس مارتينيز وزيلي. مباراة يعني ما لها أي هدف غير أنه الهدف هو الحقيقي أنه تبدأ العداوة من هذا المهرجان, وزي ما شفنا أنه العداوة ما لها أسبوعين, مجرد زيلي استهدفت مارتينيز وقالت خلاص هذه هي أول التارجتس حقتي اللي لازم أمسحها من اللستة. وبمعنى كلمة مباراة كانت ممتازة, التطور حق زيلي ملحوظ الصراحة, جدا ممتاز. إلا أنه هذا المباراة انتهت بفوز زيلي زي ما توقعنا, والإضافة الكبرى هي الشيء اللي صار بعد الفوز. بوا دخل الحلبة معاه كرسي أعطاه زيلي على أساس أنها تدخل الحلبة وتأخذ الكرسي ذا وتمحط فيه مارتينيز, لكن مارتينيز بقوتها وخبرتها قلبت الطاولة وأخذت الكرسي وضربتهم وفشختهم. بعدين مين اللي صح صح؟ شيانتا أو مينينج, أسماء صعبة لكن لازم نتعود عليها, ظهرت لأول مرة وشفنا أول يعني زي ما تقولوا الأضواء انصبت عليها لأول مرة, وهذا الشيء الكويس إنه مقدموا شيانتا بشكل جدا حلو, ويعني حتى الآن يخليك تفكر كيف راح يتعاملوا معاها, لأنه واضح إنه القوة اللي طلعت فيها قوة خارقة. فأجواء غريبة اللي قاعدين يعيشوها NXT مع هذه الشخصية, لكن لا نستعجل نشوف وين راح تروح. فمباراة ممتعة, والقصة بشكل عام يعني حتى الآن لك عليها لأنه بدأت بشكل رسمي في هذا المهرجان. فلو بقيم هذا كله على بعضه أبعطيه 5.5/10. المباراة الثالثة اللي كانت على لقب المليون دولار, سلالم روعة بين كامرين غرايمز و LA نايت. الحلو في هذه المباراة مو بس تواجد تيدي بياسي, ولا السلم الذهبي اللي كان موجود في المدخل, ولا الكيس الذهبي الشنطة دي, ولا الصندوق الذهبي اللي حاطين فيه اللقب. المباراة كانت ممتعة بسبب انهم جابوا لنا لمحة كلاسيكية من مباريات السلالم اللي تعودنا عليها في زمن الـ WWF. المباراة ما كان فيها نقزات ورميات وأشياء بعيدة عن القصة, لا لا لا, كانت تقليدية بحت, وكان فيها بناء
على شكل تصاعدي برضو. بدأت ببطء وأخذت وقتها وكل واحد بدأ يطلع شخصيته ويفرد شخصيته جوا الحلبة عشان الستوري تيلينج حق المباراة. وبعدين شوي شوي الرتم بدأ يتصاعد، بدأنا نشوف سبوتات عنيفة بمعنى الكلمة عنيفة، خصوصا سبوت الزاوية النك بريكر على السلم وهو كذا يا ساتر، وغير وغير من فقرات وسبوتات مجنونة. إلا أنه المباراة كانت متجهة لصالح كاميرون غرايمز لوهلة، وكلنا متحمسين قلنا أنه يعني نبغى نشوف كاميرون غرايمز يأخذ اللقب ويروح straight to the moon. لكن زي ما توقعنا برضو LA Knight حقق اللقب، طلع وأخذ اللقب وهو بطل مليون دولار الجديد. هذا الكلام مبني على كلامنا في حلقة التوقعات لما قلنا أن الطريقة الوحيدة أنك تبني أكثر في شخصية كاميرون غرايمز وإلي نايت أنك تفوز إلي نايت وتكمل العداوة لما توصل لذروتها الحقيقية. فعن نفسي ما عندي أي مانع بفوز إلي نايت، وأشوف أنه جدا رايق وجهيز لشكل اللقب معاه الصراحة، طالع فخم. لكن كاميرون متأكد هيجيله وقته، هيجي الوقت المناسب جدا، وممكن احتمال كبير برضو يكون في الجريت أمريكان با اللي فجأة جاء من ولا حاجة، عشان يعني جاي بيومين بعد العيد الاستقلال حقهم. فمباراة كانت جدا ممتعة، القصة مرة استمتعت فيها الصراحة، شهرين تقريبا من البناء الممتع خصوصا لكاميرون غرايمز، وإلي نايت ظهر في نهاية القصة وطلع بشكل جدا قوي وفخم، وكمروها بالمؤتمر الصحفي قبل التيك أوفر، وكل شيء كان مرتب بين الطرفين. والإضافة الضخمة، المباراة نفسها كانت روعة بمعنى الكلمة. أرجع أقول ما فيها الشطحات والنقزات والأجواء دي اللي بس نبغى ندخل عشان نطلع سبوتات مجنونة، لا، داخلين عشان يقدموا قصة ويستمروا في تقديم هذه القصة، شو النظيف. فلو بقيم هذه المباراة وهذه العداوة وهذه القصة أبعطيها 8.5/10. الآن مع المباراة الرابعة اللي كانت على لقب NXT للسيدات، البطلة ريكيل غونزاليس تدافع عن لقبها قدام إمبر مون. أول شيء إمبر مون فنانة، يعني اللي سوته في هذا البناء واللي سوته دخول على ذي المباراة كان جدا ممتاز، البوكينج حقها كان رائع. بالنسبة لي شخصيا أشوف هذا أفضل قصة سووها لإمبر مون من يوم ما وقعوا معاها، وهذه بمعنى الكلمة كانت أفضل مباراة قدمت فيه مستوى وأداء بالنسبة لإمبر مون. مباراة جدا جدا ممتازة، وريكيل غونزاليس طلعت زي ما المفروض هي تطلع، وحش بمعنى الكلمة. وهذا اللي عجبني، إنه ريكيل غونزاليس ما قصرت في المستوى، ساعدت إنه تحط إمبر مون أوفر، إمبر مون ساعدت ريكيل إنها تطلع أوفر. شفنا داكوتا كاي، يا داكوتا كاي يكون لها دور مرة حلو، وشفنا برضو عودة شوتسي بلاك هارت في استكمال عداوة الأربع نجوم، فالشغل كان برضو مرتب بالنسبة لذي المباراة. النتيجة بعض الشيء الناس كانت زعلانة، بعض الناس كانت تبغى إمبر مون. عن نفسي أنا أشوف استمرار ريكيل غونزاليس زي ما تكلمنا في التوقعات جدا جدا مهم عشان تحميها من الجماعة. اوكي، على نوصل له. فنهاية جيدة، مباراة حلوة استمتعت فيها، قصة كانت برضو حلوة، إمبر مون مستوى كان جدا ممتاز، ريكيل غونزاليس بطلة حقيقية إلا كامبيونس على قولتها، يعني صراحة شغل فنان. فلو بقيم هذه المباراة وهذه العداوة وهذه القصة أبعطيها 7.5/10. والآن نجي مع المين إيفنت، مباراة لقب NXT، البطل كارين كروس يدافع عن اللقب قدام آدم كول، بيت دان، جوني غارغانو وكايل أورايلي. أول حاجة لازم يعني أصفيها من البداية عشان نخلص موضوع كارين كروس من البداية كذا، أوكي؟ هذه أفضل طريقة إنك تحمي واحد زي كارين كروس، لأنه لو انتبهتوا كارين كروس طلع شكله يعني مرة ضخم قدام اللي موجودين، غير إنه ضخم فستايله هو جوا الحلبة ما يمشي مع ستايل اللي موجودين معاه إطلاقاً. لكن الجميل في هذا كله هو إنه كيف حافظوا على كارين كروس خلال المباراة، ما استهلكوه، ما خلوا كل التركيز عليه، حافظوا عليه، أنت البطل وحتفضل البطل لكن خليك على جنب المباراة. هذه مباراة الأربع نجوم هذول، فكان التركيز كله على النجوم الأربع وكيف تحالفوا مع بعض قدام كارين كروس، وكيف قلبوا على بعض عشان يستغلوا اللحظة اللي هي
فوز بلقب NXT. مباراة جدا 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 كانت رائعة، خصوصا بعد تقريبا أول 10 دقائق اللي هي كانت زي ما تقولوا كانوا يبوا يكسروا الثلج حول التوتر اللي موجود، إلين ما طلعوا كارين كروس من الصورة ودوه إلين المدخل وقشعوه في الباب، ومن هناك ولعت المباراة بمعنى الكلمة. شغل كان جدا حريقة بالنسبة لذي المباراة. برضو الناس زعلت إنه كيف تنهيها بفوز كارين كروس، وفي ناس كانت متحمسة إنه ممكن نشوف واحد زي سمو جو يرجع ويكون له دور في ذي المباراة عشان التسريبات اللي طلعت. عشان كذا لا تثقوا بالتسريبات، حطوا ثقتكم في لوباسيون. فسموه جو ما طلع، ما في مشكلة، كارين كروس يستمر كبطل ما في مشكلة، لأنه هذا المنطق، هذا المنطق. إذا الدبليو دبليو عندهم براك لازنر فإنكسي عندهم كارين كروس، هذا المنطق. فوز كارين كروس يثبته كنجم جدا قوي، صف المين ايفنت بمعنى الكلمة، انهاهم. هنا يبقى السؤال، مين يكون منافس كارين كروس في المستقبل؟ صعب 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 جدا، الا لو عندك موهبة نادرة جوهرة بمعنى الكلمة موجودة خلف الكواليس في البرفورمنس سنتر، هتجيب واحد جديد ما ادري من وين، هذا الحل يعني صراحة. او انه حيسووا زي اسكا ويسلم اللقب ويطلع للروستر، هذا شيء ثاني ممكن. احتمالات كثيرة واردة، لكن المباراة تفضل مباراة جدا ممتعة، وصراحة حق الانتظار حق الساعتين اللي قاعد اتابع فيها المهرجان، روعة. ادم كول، كايل اورايلي، بيت دان، وجوني غارغانو، برضو عليهم اسئلة، ايش توجههم القادم؟ عن نفسي صعب الواحد يتوقع، جدا جدا صعب الواحد يتوقع، لانه ممكن جدا نشوف استمرار كايل اورايلي وادم كول، خصوصا انه الاثنين كانوا هم اخر اثنين موجودين مع كارين كروس، فهذا حاجة. بالنسبة لبيت دان فواضح انه حيبعد شوية عن لقب NXT ويمكن يمسك خط على نورث امريكان تايتل بعد فترة. وبالنسبة لجوني غارغانو فهنا يبقى السؤال، جوني اثبت نفسه انه مستر تيك اوفر بمعنى الكلمة، واحيي على هذا الشيء صراحة احيي، لكن لما تجي تفكر فيها ايش ممكن يسوي جوني غارغانو بعد هذا كل؟ هل يروح للمليون دولار بيلت؟ ليش لا، حلوة، هيكون اكثر مصارع مزخرف في NXT وتاريخ NXT وتاريخ NXT بتحقيق تقريبا كل الالقاب الموجودة. فشوف انه جوني غارغانو لازم يلف ويدور ويرجع للقب المليون دولار. مباراة رائعة، ولو بقيم هذه القصة وهذه العداوة وهذا الاداء لذي المباراة ابعطيها 9 من 10. لما نجي نقفل التيك اوفر، وقبل لا نتكلم ونقيم التيك اوفر بالمجمل، نتكلم عن اللحظة المهمة اللي هي تقفيلة المهرجان. ويليام ريغل كان خارج المواقف وخلاص ماشي، وبعدين كان في دمعة في عينه وكان يقول انه حان وقت التغيير، it's time for a change. فبرضو سابونا معلقين على الاحتمالات الكثيرة من NXT، هل يمشي ويليام ريغل ويترك المنصب ويروح مثلا روس ماك داون، ولا في احد جديد مساعد جديد حيكون معه انفورسر ممكن يكون الشخص اللي التسريبات تتكلم عنه؟ في احتمالات واردة وكثيرة، لكن خلاني اتحمس زيادة الأسبوع الجاي يعني، أو الأسبوع هذا بالنسبة لNXT. فعرض كان جدا ممتع، عودة الجمهور هذه الوحدة جدا حلوة، ولسه بداية الخير يعني جاي أكثر وأكثر مع NXT. النتائج أشوفها كانت جدا حلوة برضو في مكانها، خصوصا يعني لما طلعنا في التوقعات ما كنا بعيدين، almost 90% من التوقعات كانت صحيحة، فالنتائج في مكانها، المستوى والشو كله والعرض كامل كان حلو. فلو بقيم NXT Takeover In Your House لهذا الشهر أبعطيه 8 من 10. هذا كان رأيي عن مهرجان NXT Takeover In Your House. إن شاء الله ما أكون قصرت معاكم ووصلت لكم كل حاجة، وإن شاء الله يعني التوقعات فادت هذه الحلقة، والحلقة هذه تكون مرجع للتوقعات. شوفكم إن شاء الله بكرة في هروج المتابعين. أخيرا جهزوا نفسكم. Muchas gracias señores y señoritas. Adiós.